ألف ألف مبروك للانطلاقة الجديدة لقناة الأهلي نادينا العظيم. ألف مبروك لقناة النادي الأهلي، وإن شاء الله انطلاقة تليق باسم النادي الأهلي وجمهوره ودايما في الصدارة. ألف مبروك لقناة النادي الأهلي على التطوير الجديد إن شاء الله اللي هنشوفه، بإذن الله يبقى على قد الحدث وعلى قد اسم النادي الأهلي، وبإذن الله يبقى مستنيين كتبه في ظهرنا إن شاء الله على طول. ألف مبروك انطلاق قناة الأهلي، وإن شاء الله متقدم ودايما في ظهرنا. ألف مبروك قناة النادي الأهلي الجديدة في ثوبها الجديد، ودايما في ظهرنا ومعانا على طول إن شاء الله. بنبارك لقناة النادي الأهلي رجوعها من جديد، وإن شاء الله تليق بالنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. أحب أبارك لقناة النادي الأهلي إن شاء الله انطلاقة جديدة تليق باسم النادي الأهلي، وإن شاء الله تكون دايما داعم وفي ظهر النادي الأهلي، ومبروك وإن شاء الله فتحة خير عليه. بنبارك لقناة النادي الأهلي قناة نادي القرن على الانطلاقة الجديدة، وإن شاء الله كده هتكون حاجة تسعد جماهيرنا إن شاء الله، وتكون في ظهرنا على طول بإذن الله. أولا مبارك لقناة النادي الأهلي إن شاء الله على الشكل الجديد الجميل اللي احنا منتظرينه، ودايما يا رب مشرفينا كده ومتشرفين بيكوا في كل حتة، وألف مبروك قناة النادي الأهلي قناة نادي القرن. نحب نبارك لقناة الأهلي على انطلاقتها الجديدة، وإن شاء الله تكون على قد جمهور النادي الأهلي، وتبقى فتحة خير إن شاء الله على كل الأهلاوية.